الموجودة في شمال العراق مثل جماعة داعش وغيرها هي الطريقة المثلى بالنسبة لها لتحقيق أهدافها. ولهذا فهموا الإسلام أو الدين الإسلامي خطأ، وده يجب محاربتهم والقضاء عليهم. طبعا سيناء نظر لطبيعتها الطبوغرافية أتاحت لمثل هذه الجماعات، مثلما أتاح شمال العراق أيضا لهذه الجماعات بالتواجد. سيناء لها طبيعة خاصة بالنسبة للأرض، ولهذا تجمعت هذه الجماعات. وأنا من وجهة نظري أنهم مرتزقة في المقام الأول، جاءوا ليقتلوا مقابل ما يحصلون عليه من أموال من جماعات تكفيرية أخرى تدعمهم بالمال والسلاح. طبعا البعض يقول إمتى نخلص منهم؟ مقاومة الإرهاب بتاخد وقت أطول شوية، إنما إن شاء الله يتم تطهير سيناء تماما من هذه العمليات الإرهابية، وربنا يقدرنا، خاصة إن إحنا شايفين ما يحدث حولنا أستاذ محمد من مثل هذه الجماعات، سواء ما يحدث في ليبيا أو بالنسبة للعراق أو بالنسبة لسوريا. فالأمر بالنسبة لنا إلى حد ما يعني تحت السيطرة إن شاء الله، ما دامت القوات المسلحة وقوات الأمن موجودة في سيناء ستطهرها تماما، وسننجح إن شاء الله في اقتلاع جذور الإرهاب من هذه المنطقة بإذن الله. هروح مع حضرتك لخبر آخر أستاذ رفعت. الوزراء يوافق على تعديلات قوانين الأزهر وإجراءات الجنائية والأوقاف والمرور، العزل من الوظيفة، عقوبة الاشتراك في المظاهرات أو إدخال أسلحة أو تخريب المنشآت. رئيس الجامعة له حق فصل الطالب في حالة ممارسة أعمال تخريبية أو إثارة الشغب، ويعني التغيير في أو التعديل في نص الفقرة الأخيرة من المادة 72 من قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن عدد تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليها في البندين 4 أو 5 من هذه المادة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب مخالفات تشمل الاشتراك في المظاهرات، تؤدي إلى عرقلة العمليات التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات. هل بالفعل أستاذ رفعت أصبح ليس الطلبة فقط هم المتهمين بهذه المظاهرات والعنف، وأنه كان هناك أعضاء من أعضاء هيئة التدريس بيساعدوهم في هذه المظاهرات ويدعمهم بالأسلحة والآلات اللي يعني بيقوموا بها بأعمال العنف؟ ده ثبت فعلا صحة ذلك تماما، سواء بالنسبة لجامعة الأزهر في المقام الأول أو جامعة الزقازيق أو جامعة القاهرة. وعشان بس أوضح للسادة المشاهدين، في تعديلات كانت قد تمت في قانون تنظيم الجامعات، وأتاحت الفرصة لرئيس الجامعة أن يطبق نفس هذه العقوبة العاجلة على أي طالب مخالف، وأيضا بالنسبة للعاملين أو أعضاء التدريس. وكان وده أيام المستشار عدلي منصور. الأزهر لأنه ليس تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات وله قانون خاص له، ولهذا كان يحتاج الأمر لعمل تعديلات في قانون الأزهر تتفق والتعديلات التي تمت في قانون تنظيم الجامعات. الجديد في هذا الموضوع أن أعطى الحق لرئيس الجامعة، وأطلق الحكومة أطلقت رئيس جامعة الأزهر اليد في معاقبة أي طالب أو عضو هيئة التدريس أو أي من العاملين بعد تحقيق سريع في مدة 7 أيام. وممكن أن يقوم بفصله من الجامعة فصلا نهائيا، سواء كان طالبا أو عضو هيئة التدريس أو أحد العاملين. ومن حق هذا المفصول أن يتظلم أمام مجلس تأديب، وإذا أراد أن يصل إلى التقاعد إلى درجة أعلى قدامه الإدارية العليا. لكن سرعة البت في قرار الفصل بعد تحقيق جاد من الجامعة سيضبط الأمور، سواء في جامعة الأزهر أو بالنسبة لبقية الجامعات الأخرى، لأن الواقع السابق كان إجراءات محاسبة قد تصل إلى أكثر من 6 أشهر. يعني عشان عاقب طالب اشترك في مظاهرة وقام بعمليات تخريبية وحرق وتدمير وخلافه،
ممكن اقعد 6 اشهر الى ان يصدر الحكم عمليا. يعني نتمنى استاذ رفعت ان احنا ما نشوفش المشاهد اللي كنا بنشوفها في العام السابق من اقتحام المكاتب وتكسيرها وتحطيم المباني والتعدي على اعضاء هيئه التدريس بصوره غير ادميه، لانه ده كان سبب بالفعل التاخر في اخذ اجراءات حاسمه ضد من يتعرض لسواء المنشآت او للاشخاص. لن يسمح هذا العام يا استاذ نهى بتكرار مثل ما حدث في العام الماضي، والجميع على قلب رجل واحد في الجامعات وعلى مستوى الدولة لأن يكون عاما دراسيا في الجامعات جيدا وينتظم الطلاب فيها، ولا يضار أكثر من 99% من الطلبة اللي جايين يتعلموا فعلا من فعل فئة مخربة لا تزيد نسبتها عن 0.5% من مجموع الطلاب. نتمنى ان شاء الله كل سنه حضرتك طيب. المدارس هتبدا بقى يوم السبت وننتظر الجامعات بعد العيد باذن الله. كل سنه حضرتك طيب. نشكر حضرتك على قراءتك لاهم الاخبار اللي معانا، ودايما نتواصل مع حضرتك. شكرا استاذ انا. شكرا محمد. شكرا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك. نتابع مع حضراتكم اخبارنا. اول قافله للحجاج المسافرين برا تغادر ميناء نويبع اليوم، 2338 حاجا في 10 رحلات جوية للأراضي المقدسة أمس. تنطلق اليوم عبر أحدث صالة للسفر بميناء نويبع البحري أول قافلة للحجاج المسافرين برا، حيث يغادر 1400 حاجة على متن 37 أتوبيسا يتم نقلهم على ظهر العبارات في رحلة تستغرق نحو 3 ساعات إلى ميناء العقبة. يعني الصورة جايبين مجموعة من الحجاج سيدات على وشهم نور، ربنا يكتب لهم السلامة وحج مبرور وذنب مغفور. نتمنى كل حجاجنا يدعونا في هذه الأرض المقدسة وفي هذه الأيام المباركة، يدعو لشعب مصر ويدعو لمصر، ونتمنى ليهم إن شاء الله أن يؤدوا هذه المناسك في أمان ويسر ويرجعونا بألف صحة وسلامة. امين رب، ربنا يكتبها للجميع. هنروح مع حضراتكم لخبر اخر من الصفحه الثالثه بجريده الاخبار. يوم بدء تسجيل طلبات مرضى فيروس سي الكترونيا، العلاج بعد 3 اسابيع و700 طبيب واداري لاستقبال المتقدمين في 26 مركزا. يبدأ اليوم المعهد القومي للكبد والأمراض المتوطنة في تلقي طلبات العلاج من المرضى المصابين بفيروس سي على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال موقع الإلكتروني www.ncvh.org.eg. ويقوم المركز بعد ذلك بإجراء الفحوصات والكشف الطبي على جميع الحالات التي تقدمت لتلقي العلاج الجديد بالعقار الأمريكي، ثم توجيهه إلى 26 مركز فحص منتشر على مستوى الجمهورية. يعني المطلوب دلوقتي ربنا يشفي الجميع، خاصة المرضى فيروسي عدد ليس بقليل في مصر، تسجيل بياناتهم على هذا الموقع اللي يعني لا يتعامل حتى الآن مع النت، يلجأ لأي مكتب يساعده في إدخال بياناته، والبيانات عبارة عن الاسم والرقم القومي الخاص به، وبعد كده يتم التأكد من الموقع إدخال اسم الأم الأول، وبكده يكون أنهى بياناته. بعد كده يتم الإعلان عن توجههم للمركز لتوجيهه لل 26 مركز اللي موجودين على مستوى الجمهورية. ربنا يشفي الجميع ويكون بالفعل عقار يفيد مرضى فيروس سي. يعني انفراجة في العلاج فيروس سي يا رب، وأيضا في انفراجة اليوم الخميس، انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء. استمرار لمسات تخفيف الأحمال اليوم الثالث على التوالي التي بلغت أمس الأول 2224 ميجا وات، ومعها ارتفاع حجم شكوى المواطنين في العاصمة والمحافظات، الأمر الذي أجبر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إلى عقد اجتماع في ساعة متأخرة من مساء الاثنين مع وزراء الكهرباء والبترول والري لبحث مواجهة الأزمة خوفا من عودتها إلى نقطة الصفر. وتعهد وزير البترول خلال الاجتماع على توفير الوقود اللازم لجميع محطات للخروج من الأزمة. أكد مصدر مسؤول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك عدة أسباب وراء عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي على مدى الأيام الماضية وتصاعدها بشكل ملحوظ، من أهمها نقص الوقود بالإضافة لخروج عدد من وحدات توليد الكهرباء للصيانة بسبب الاستخدام الزائد
للمازوت في بعض المحطات، مما يؤدي إلى خفض كفاءتها بنسبة 20% علاوة على خروجها بشكل مستمر للصيانة. يعني نتمنى أزمة الكهرباء تنتهي، ونتمنى أيضا إن يكون في طاقة متجددة. لدينا طاقة متجددة، طاقة شمسية، دي ممكن لو استخدمت هتقضي على كل هذه الأزمة، مثلما يحدث في ألمانيا، وبلاش ألمانيا كدولة متقدمة، مثلما يحدث في موريتانيا اللي أعلنت إن 10% من طاقتها من الطاقة الشمسية. خبر آخر من جريدة الأخبار الصفحة 3، وزير الري تفقد سد النهضة الأحد المقبل. يغادر الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري والوفد المرافق له فجر غد إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات لجنة الخبراء الفنيين الوطنيين المعنية باستكمال مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، والتي تبدأ بعد غد وتستمر 3 أيام بحضور وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا. وسوف يتخللها زيارة لموقع سد النهضة لتفقد الأعمال الإنشائية على أرض الواقع الأحد القادم. وينتظر أن تعقد اللجنة الوطنية اجتماعا تمهيديا غدا لتبدأ الدراسات حول سد النهضة ومناقشة مشروع السد الإثيوبي الجديد المزمع إنشائه على أحد روافد النيل.